وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير: إن الله اصطفى آدم لأنه خلقه بيده وأسكنه جنته ونفخ فيه من روحه وأنزله من الجنة لحكمة يعلمها هو، وجعله أبو البشرية عليه الصلاة والسلام، واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض لما انتشرت في الناس عبادة الأوثان والأنداد. أرسل إليهم نوحا فدعاهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، فلم يزدادوا بدعائه إلا فرارا. فلما دعا عليهم أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ونصره الله تبارك وتعالى عليهم فأهلكهم بالغرق إلى آخرهم، ولم ينجو منهم إلا من كان أو من آمن بدعوة نوح عليه السلام. واصطفى آل إبراهيم فجعل من ذريته الأنبياء، فمن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته سيد الورى وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة الكبرى، محمد صلى الله عليه وسلم. من ذرية إبراهيم عليه السلام. وكذلك اصطفى آل عمران، وعمران هو أبو مريم عليها السلام، وليس عمران المقصود هو أبا موسى عليه السلام، إنما المقصود عمران أبو مريم عليها السلام. اصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إذ قالت امرأة عمران والدة مريم، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. لما رأت ذات يوم رؤيا وفيها بشرى بأنها ستلد، وكانت لم ترزق بالولد، فلما رأت تلك البشرى قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني من مولود محررا، أي خادما لبيت المقدس. وقال العلماء كان عندهم هذا من القربات، أن يجعل الإنسان ولده خادما لبيت المقدس. نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها، يعني بعدما ولدت، قالت: رب إني وضعتها أنثى وكانت تريدها ذكرا، إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. قالت: وليس الذكر كالأنثى، لأن الأنثى أقل أو أقل تحملا من الذكر وأقل قوة من الذكر. قالت: وليس الذكر كالأنثى. وفي هذا إشارة وبيان، بل في هذا رد وتوبيخ لمن جرى خلف العلم
العلمانيين الذين يريدون مساواة الرجل بالأنثى أو الذكر بالأنثى، وقالوا هما سواء في الحقوق والواجبات، وهذا غلط. ليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر أقوى تحملاً وأصبر وأقدر على الصعاب، ويتحمل ما لا تطيق الأنثى، ويصبر على ما لا تقدر عليه الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. لذلك علق الله تبارك وتعالى أحكاماً بالرجال لا تستطيعها النساء، فعلق الله بالرجال الجهاد وقيادة المسلمين، أن يكون السلطان رجلاً والنبوة في الرجال. لم يبعث الله تعالى نبياً امرأة أبداً، إنما كانت النبوة في الرجال. وكذلك قيادة البلاد والسلطان يكون في الرجال لا في النساء، لما عندهم من القدرة والتحمل لأعباء تلك المسؤولية العظيمة. وليس الذكر كالأنثى، قالت وإني سميتها مريم. قال ابن كثير وفي هذا استحباب تسمية المولود في يوم ولادته، وإن كانت قد وردت أحاديث فيها تسمية المولود في السابع، ولكن الأفضل تسميته في يوم ولادته، أي أن يضع الإنسان له الاسم في يوم ولادته. أما العقيقة يعني اللي بنسميها نحن السماية تكون في يوم السابع، إن لم يجد في يوم 14، إن لم يجد في يوم 21، إن لم يتوفر له بعد ذلك العدد ليس له حكم في الشرع، يضع في أي يوم. أما قبل يوم 21 لا يجوز إلا في يوم السابع أو 14 أو يوم 21. طيب، قالت سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تستعيذ امرأة عمران وتعيذ بنتها وذرية ابنتها من كل شر بالله، من شر الشيطان بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويمسه الشيطان، يطعنه الشيطان فيستهل صارخا. قال: إلا مريم وولدها، لأن أمها قالت أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والاستعاذة طلب الحماية وطلب النصر وطلب الابتعاد من كل شر، ولا تكون الاستعاذة إلا بالله. ولهذا عندنا من الخطأ العقدي الخطير أن بعض الناس إذا ولد له مولود جعل عليه الحرز، يعلق عليه ورقة أو تميمة أو يجعل حرز، وبعض الناس من جهلهم بخط المصحف جنب المرأة التي وضعت النفساء، وخط جنب المصحف يقول لك بيحميها، وهذا كله من الجهل العظيم. إنما يستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم. هكذا كانت ولادة مريم. قال سبحانه وتعالى: فتقبلها ربها، يعني تقبل من والدتها ما نذرت وما أعطت. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها أي أنبت مريم نباتا حسنا في بيت عفة وطهارة، وكفلها أو كفلها زكريا. زكريا هو زوج أختها، نبي كريم
كفلها يكفل مريم. زكريا عليه السلام تزوج أختها، وربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وهب له يحيى، فيحيى وعيسى أبناء خالات، يعني أمهاتهم أخوات. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب، لأن ربنا قال عنها واتخذت مكانا شرقيا في المسجد الأقصى، في شرق المسجد الأقصى اتخذت لها محراب تتعبد وتخدم البيت الأقصى، ففي محرابها يدخل عليها زكريا وهو الذي يكفلها ويقوم بحاجاتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عجبا، وجد عندها رزقا، أرزاق ما موجودة، يجد عندها طعاما ليس موجودا في البلد، وشرابا لا وجود له في البلد، بل ولا في هذا الفصل من فصول السنة، فيجد كما قال بعض المفسرين فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيقول يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، هو من عند الله، سبحان الله، ثقة بالله ونسبة النعمة لله، هذه العقيدة القوية، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نقل ابن كثير عن أبي يعلى صاحب الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أياما فالتمس طعاما عند زوجاته فلم يجد، بعد أن طاف على زوجاته ما وجد طعام، فانطلق إلى ابنته المباركة فاطمة رضي الله عنها، فلما سألها قال إني جائع هل عندك شيء آكل؟ قالت بأبي أنت وأمي ليس عندنا شيء. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، فدفعت إحدى جاراتها إلى فاطمة بخبز، بخبزتين معهما قطعة لحم، رسلتهم جارة لفاطمة رضي الله عنها، فقالت لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسي، فأرسلت إليه حسنا أو حسينا أبناءها، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت بأبي أنت وأمي، أرسلت إلي إحدى جاراتي هذا، وفتحت الإناء في حاجة بسيطة، أول ما فتحته قال الراوي فبهرت بزيادة الطعام، طعام زاد، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أين لك هذا يا بنيتي؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الحمد لله الذي جعلك مثل سيدة نساء العالمين أو نساء بني إسرائيل. لما أعطاها الله ما أعطاها قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فأكل رسول الله وأكلت فاطمة رضي الله عنها، وأكل حسن والحسين وعلي وأمهات المؤمنين جميعا من ذلك الطعام، قالت فاطمة ووزعت منه على جاراتي، والباقي قاعد في محله زي ما هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكن متى نصبر؟ نصبر وننتظر ما عند الله،
ولا نبتغي أرزاقنا إلا بالحلال أيها المسلمون، لا نبتغي أرزاقنا إلا بالحلال الطيب، وأن نبتغي من عند الله لا من عند غير الله مهما كان. ما في أحد يملك لنا رزق يا ناس. قال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، يعني في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير الله، فإنما أو أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الرزق عند الله أيها المسلمون. وفي هذا رسالة إلى المتعلقين بغير الله من الأضرحة. رجل ينكس راسه قدام قبر ويسأل من هو تحت التراب، يسأل إنسان ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أي عقيدة فاسدة هذه، وأي ضلال وصل بالأمة، والله المستعان. ولهذا زكريا عليه السلام لما نظر إلى ذلك، لما نظر إلى هذا إن الأرزاق بتجي لمريم عليه السلام، أرزاق ما موجودة في البلد، ربنا قال هنالك في الوقت ذاك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، ما دعا مريم. انتبه، نحن لنا لو رأينا إنسان عنده كرامة ككرامة مريم هذه عليها السلام، الناس بيدعوا الزول الجات الكرامة، ما بيدعوا الله الأدى الزول هذه الكرامة، يبقوا متعلقين بالإنسان. لكن شوف من فقه زكريا، ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، لأنه ما ولد وهن العظم مني، كبرت واشتعل الرأس شيبا شيبت، ما ممكن ألد بعد ده. لكن لما شاف اللي جابه ربنا لمريم طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، فبشرته الملائكة بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها المسلمون الكرام، لازلنا مع قصة ولادة عيسى عليه السلام من مريم عليها السلام. فبعد ذلك مريم انتبتت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، فتمثل لها بشرا سويا. دخل عليها زكريا دخل عليها جبريل عليه السلام وهي في المحراب تتعبد، تمثل لها في صورة بشر، فلما رأته قالت: أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، يعني لو كنت تخاف الله سبحانه وتعالى لا تؤذني، لا تمسني بسوء. قالت: إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، هذا من عفتها. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: والتي أحصنت
فرجها فنفخنا فيه من روحنا. عفيفة استعاذت بالله منه فخاف جبريل، قال إنما أنا رسول ربك، أنا جاي مبعوث بأمر معين من الله، إنما أنا رسول ربك. لماذا؟ لأهب لك، يعني ربنا أرسلني عشان أهب لك غلاما زكيا، وفي قراءة ليهب لك. وانتبه أيها المسلم، الذي يهب ليس جبريل، إنما جبريل مرسل، الذي يهب هو الله. لكن جبريل قال لا، في الأول إنما أنا رسول ربك، أي أرسلت بمهمة معينة ليهب لك الله غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام؟ كيف العادة، عادة الله أو عادة الناس أنهم أو أن المرأة لا تلد إلا إذا تزوجت أو تكون أمة مملوكة، أنى يكون لي غلام؟ كيف أنا ألد ولم يمسسني بشر، ما تزوجت ولم أكن بغية ولست بزانية، كيف ألد؟ تعجبت، قال كذلك قال ربك، الموضوع ده محسوم، ده من الله، قال ربك هو علي هين ولنجعله آية منا ولنجعله رحمة آية ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته، سبحان الله، لاحظوا يا أخوانا الابتلاء الذي وقعت فيه مريم، هي المرأة العفيفة والطاهرة ومن بيت طاهر تحمل، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مشت بعيد من أهلها، ماذا لو يشوفوه؟ طيب بعد ذاك ربنا قال فأجاءها المخاض وقت الولادة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أول ما شعرت بوقت الولادة ذهبت إلى جذع نخلة فجلست عندها. الوقت ذاك قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني أنا أشي لي ولد أمشي به لأهلي حيقولوا شنو؟ جابت الولد ده من وين؟ ما تزوجت وليست بأمة، جابت من وين الولد ده؟ قالت يا ريتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. الوقت ذاك طمنا منو؟ عيسى عليه السلام، فناداها من تحتها أو من تحتها، اتكلم معاه، قال لا تخافي ولا، قال لا تحزني، ما تخافي ما تحزني، أول حاجة لو دار الأكل أو الشراب قد جعل ربك تحتك سرية في نهر بتاع موية جنبك، ربنا فجر لها نهر جنبها، قال لها ده النهر اشرب منه. قال قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك بجذع النخلة، وده كرامة عجيبة جدا يا إخواننا لمريم عليه السلام، جذع النخلة ده خليك من المرأة اللي هي أصلا ضعيفة، وفي ضعف المرأة عند الوضوع هي أضعف، الراجل الصبي جذع النخلة ده لو هزاه ومنزل تمرة واحدة من فوق، لكن قال لا بس أنت بحالك ده هزي إليك بجذع النخلة، المحصل تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي من الرطب واشربي من النهر وقري عينا ارتاحي، ما فيك الف اي حاجه. طيب لسه في مشكله، اقول شنو لاهلي؟ اكلت وشربت، تقول لاهلها شنو؟ قال لها فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما. كلام مع زول ما عندي، ما عندي معهم كلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قال لا بعدين لما نجي وقت الكلام بتكلم أنا، أنت ما تتكلم. أول ما جاءت فأتت به قومها تحمله، جاءت سائلة ولدها، استغربوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون
مثلوا بهارون عليه السلام في العبادة، ما أخته هي شقيقته، لكن مثلوا به لأنها عابدة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، أبوك ما كان بتاع فواحش وأمك ما كانت زانية، ده جبتي من وين؟ ما في كلام، ما بتتكلم معهم. فأشارت إليه، زعلوا كمان من الإشارة دي زيادة، قالوا لها كمان بعد ما أنت جبت لنا ولد من وين نحن ما عارفين، إنه حسب فهمهم هم كمان تقولين أتكلموا مع مولود ولد الآن؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ بعد ذاك تكلم عيسى عليه السلام، انتبه أيها المسلم لأول كلمة قالها عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله. النصارى الليلة بيقولوا شنو؟ بيقولوا ابن الله، واحدين بيقولوا هو الله، وأنا حكيت القصة دي كلها لأصل فقط إلى هذه الكلمة، هذه الكلمة لتنسف ما عند النصارى من العقائد الباطلة والاحتفالات في اليومين دي. احتفلوا 25 ديسمبر بأن لله ولد، ونحن من البسطاء من المسلمين السذج اللي ما عندهم علم ولا عندهم فقه يمشي يحتفلوا معهم، ويقول لك محتفلين راس سنة ولا الكريسماس، ده احتفال بنصارى انه الله عنده ولد. وانت تقرأ في القرآن اول كلمة قال عيسى ابن مريم، اول كلمة من ولادته قال اني عبد الله، انا ما ولد الله وليس انا الله، اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم اكن جبارا عصيا. شكد ربنا قال ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ولذلك ايها المسلمون احذروا من موافقة النصارى او تهنئتهم بأعيادهم الباطلة، فإن ذلك يتضمن التبريك لهم، نبارك لهم إنه الله عنده ولد، معقول؟ نبارك لهم إنه الله عنده ولد، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نحن عبيد لله، عيسى عبد لله، رسول كريم محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله، رسول كريم سيد الرسل وسيد الصالحين والأولياء، ولكن ليس لله ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها المسلم لماذا تحتفل معهم؟ ليه بتهنيهم؟ أنت ضعيف في دينك ليه؟ نحن أعيادنا الحقة والصحيحة واللي ثبتت بالقرآن والسنة، الأعياد بتاعتنا في نصار نصراني قاعد يهنينا بها ويحتفل معانا؟ ولو احتفل يبقى هو المهزوز في عقيدته وهو الضعيف، لأنه عقيدته أصلا باطلة ودينه المتعبد به باطل. ونحن لسنا بأدلة، نحن ما ذليلين ولا يحتغرنا نصراني في ديننا أبدا. ونحن يا أخواننا قبل أيام ما ننسى ما فعله اليهود الصهاينة والكفار والنصارى ما فعلوه في بلادنا، واغتصبوا أرضنا وانتهكوا أعراضنا وذلونا واحتغرونا، نجد ليلة في عيد نحتفل معهم؟ أي ذل وصلناه نحن. نسأل الله تعالى أن يعزنا بديننا وأن يرفع هاماتنا بإيماننا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويؤمر فيه بالمعروف
وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ربنا لا تمتنا إلا بذنب مغفور وعيب مستور. اللهم فرج عنا جميعا، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وخير أيامنا يوم نلقاك. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.